اسم حضرتك؟ انا محتاج جيلاني. طب انا عايز اعرف بس ايه اللي حصل النهارده؟ اللي حصل النهارده ان اهل الشهداء طبعا اتنقلوا. انا طبعا ما كنتش من الاول حضرتك تحضرني من الاول لان كنت مع الشهيد اللي درسته العربيه الدبلوماسيه، وطبعا كان في العاده النهارده عند البيت، لكن نظرا ان مفيش كاميرات عند البيت عشان كده ما كانش في الاساسيين اللي كانوا موجودين امبارح الجنازه فعشان كده كنت متاخره. لكن كل اللي اعرفه ان اهل الشهداء اتنقلوا من مكانهم بتاع التلفزيون هم هنا. حصل احتكاك لان شفت حابه تمشيهم على كده حصل الاحتكاك ده. بس ايا كان ما ينفعش ان الامن يضرب تاني ولا بغداد وقنابل وحاجات بطيئه. ليه بيضربونا؟ اولا ده حق الشهيد وناس هنا مسلمين، حتى الاعتصام من حق اي مواطن مصري يعتصم ويطالب بحقوقه لانه بيطالب الاعتصام سلمي، تظاهر سلمي، اي حاجه سلميه. وكده كده احنا ولا بنخاف ولا خلاص اتعودنا على الرصاص والطنابل ما عندناش اي مشاكل خالص. ولسه دلوقتي وان شاء الله علينا دلوقتي. بس اللي احب اقوله بقى والاهم من النهارده بقول للسياسيين الجمال الحلوين سواء كلاب شباب الثوره او ست ابيل مش كشباب، في شباب كتيره محترمه وانا كنت من الشباب الحمد لله اللي من الناس الكويسه مع ان انا اقل من يعني اقل حد في الثوره دي. بقول لهم انتوا فين؟ اللي شغالين كل الفضائيات انتوا فين من الشارع دلوقتي؟ يا رب الناس اللي في البيوت تفوق وتعرف ان الثوره مش اللي عملها السياسيين، الثوره اللي عملها الناس اللي خرجت من بيوتها من الشارع اللي خد الرصاص اللي استشهدوا اللي اصطفوا كلهم زينة شباب مصر. وعلى فكرة الشباب مش معنى صغير في السن، كل الأعمار كانت موجودة في الثورة اللي بدأت ولم تتم. الحلم الجميل ده بدأ السياسيين الجمال المحترمين يكونوا شايفونا حلمنا اللي بيبدأ من جديد. كنا الأول بنقول فليسقط حسني مبارك، النهاردة بنقول فليسقط المشير، فليسقط القضاوي، فليسقط المجلس العسكري، فليسقط أي شخص. الشعب اللي هيحاكم النهارده كل واحد بيموت النهارده منهم. الثوار هم اللي هيحاكموا، كل ضحيه سابقوا على النظام يحاكم النظام. مين فيهم النهارده ياخد الثوار؟ هم اللي هيحاكموا. النهارده بقى في مستشفى ميداني، مستشفى ميداني هنا بقى في مستشفى ساعه واحده بقى عندنا حوالي 60 70 واحد جريح غير الناس اللي خدوا رصاص في عينيها فقطعنيهم دلوقتي حالا. وناس في ناس اكيد في اصابات، في ناس ماتت اكيد، في ناس بيضرب علينا من الطوب وبيضرب. بنقول للناس ارجوكم انزلوا النهارده يا جماعه الاحتصام. هم يا شباب استعجلوا، يا شباب هم استعجلوا استعجلوا. احنا كنا بنقول من يوم 8 النهارده يا رب ربنا، يا رب ربنا يا اقوى يا شباب. يا شباب إرادة ربنا، إرادة ربنا يا شباب، إرادة ربنا إن الاعتصام هيبدأ من النهاردة، مش هنستنى يوم 8، مش هنستنى النهاردة يا شباب، النهاردة الاعتصام يا شباب النهاردة. هنقعد يوم 8 شغال شغال يا شباب. وين لو زدنا 1000 شهيد؟ وين لو زدنا 1000 شهيد؟